استاذه وفاء المتناوي، استاذ دكتور وفاء المتناوي، استاذ بيولوجيا الاورام والاشعاع كليه طب قصر العيني. احنا النهارده في مؤتمر الاورام بتاع كليه طب اسكندريه. الحقيقه المؤتمر ده يعني ليه من زمان بيتعمل، والحقيقه ليه توجهات علشان الببليك يبقى اوير، يبقى يعني عنده فكره عن اهميه الاكتشاف المبكر للاورام، لان كل ما كان الاكتشاف اكثر مبكرا كل ما كان العلاج والكيور والشفاء مؤكد باذن الله. ده فيما يخص الببليك. بنقول للناس الكشف المبكر مهم، بنقول لهم محدش يخاف. الأورام النهاردة أصبح جميع أنواع الأورام لها علاجات، يا إما بتوقف المرض يا إما بتشفي من المرض. إذن الفحص الدوري له أهمية في الكشف المبكر.